السلام عليكم مشاهدينا الكرام. مثل ما تشوفون اليوم انقل معاناة الناس. اليوم كل مواطن عراقي عنده مشكلة وعنده قضية يحب يوصلها الى الجهات المعنية او الجهات المختصة. اللي قاعد يعاني من الرعاية، واللي قاعد يعاني من التقاعد، واللي قاعد يعاني من الازدحامات الاختناقات المرورية اللي بالشارع، واللي قاعد يعاني من الفقر. اليوم لحد هاي اللحظة مهتمين بكراسيكم وعايفين الشعب، عايفين الشعب انه لا حول ولا قوة. اللي محتاج سكن حتى يقعد بيه يقول لك انا اليوم اشتغل واتعب والم يجي راس الشهر لازم اعطيها للايجار، والشعب كله محتاج السكن. واللي قاعد نعاني من موضوع السكن وقلناها اكثر من مرة انه اليوم ليش ما تطون او تبنون مجمعات سكنية انه المواطن العراقي يقدر يشتري ويعوف الايجار، على الاقل يكون الراتب له. انت حتحل ازمة كبيرة من العراق، حتحل ازمة كبيرة بموضوع ازمة السكن. ازمة السكن لحد هاي اللحظة نعاني من عدها، صار افتتاح او حجر الاساس النصب مدينة الجواهر اللي هي أكبر مدينة. هل يا ترى إنه اليوم المواطن راح يقدر يشتري؟ بس بعد 3 سنين يلا ينبني هاي المدينة. 3 سنين شو نعرف شو حيصير؟ حنبقى عايشين، نبقى ميتين. الدنيا تنقلب يوميا، احنا نشوف 1000 قضية بالشارع العراقي. وحشوفون الناس اللي راح تحشي مشاكلها وقضاياها ببرنامجنا، برنامج إصداء الشارع. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا يا استاذ، الله يخليك. اشكرك والله استاذ. احنا من سكنه منطقه الكرخ من الدوره، نعم، عندنا مشكله كلش كبيره بانه تقاطع الدوره مو من صفحه السيديه، من صفحه مصفى الدوره. طبعا مصفى الدوره تدري موظفين، والشارع هذا يجي يربط من اليوسفيه ابو البصره اللي دي يجي من الديوانيه فرات الاوسط محافظات جنوبيه، دي يجي تقاطع الدوره يعبر على الكراده. نعم. هذا التقاطع صار مزدحم يعني بطريقه ما تنوصف. زين يعني انا مناشده عندي للحكومه العراقيه، رئاسه الوزراء، لرئيس الوزراء، بانه شو وقت يندمج او يعني تخلي هذا التقاطع مال دوره اللي هو مال مصفى الدوره ويا خطه اعمار التقاطعات بغداد اللي يصير بها كثافه يعني وازدحام واختناقات مروريه رهيبه، طبعا خاصه هذا الدوره. لان يمكن اذا توقف بالتقاطع مال دوره بخاصه ايام مثل يعني باكر، طبعا يوم الاحد راح تشوف الازدحام مو طبيعي. زين اكو جزرات كلش عريضه خاصه من صفحه الدوره، جزره يقدر يبلطها يعرضها. شو اسوي انا بالجزره؟ شو اسوي بهذا الزرع؟ اوكي ما يخاف خضار وفشي مرتب، بس مو نفس الوقت احنا نحتاج هسه نفك هاي الاختناقات، لان بغداد صار بها عشوائيات رهيبه. الدوره صارت 37 منطقه بين زراعي وبين كانت يعني المناطق القديمه اللي هي الطابور الرئيسي. زين احنا ايش وقت نحل هذا الاختناق الكلش كبير اللي يصير؟ متوقع هسه الاعمار اللي قاعد يصير للطرق والجسور راح تفك من الاختناقات المروريه بالشارع؟ راح تحل ازمه؟ والله بصراحه تدري هسه يعني دا اشوف اكو التقاطعات اللي دا يسووها اثناء هسه العمل، شو يعني ما دا يصير زخم، شو من كان اكو تقاطع ويعني كانت مزدحمه، شو هسه انفتحت الازدحامات وبعدهم هم ما مكملين المشاريع. يعني فشيء غريب ما نفهم شنو الموضوع. على كل نحن نتامل طبعا، وان شاء الله نتامل بانه هاي الجسور الجديده او الانفاق او هاي التقاطعات الحديثه اللي هسه يستحدثوها نتمنى تصير زينه. بس اتمنى يدرجون التقاطع مصفى الدوره، يعني هذا اللي يربط الكرخ بالرصافه اللي هي بمنطقه الكراده من الدوره من الكرخ الى منطقه الرصافه بالكراده يعني على البرة. فشيء كلش مهم، لان يعني انت دا تجي من المحافظه الجنوبيه توصل للتقاطع مال الدوره وبعدين تروح للرصافه، ومن الرصافه راح تربط عن طريق الكرخ عن طريق جسر المعلق. زين فنتمنى هذا التقاطع يعني جدا مهم بانه يندرج ويا هاي الاعمارات المهمه هسه اللي تصير ببغداد، التقاطعات مثل العدن، مثل مال ساحه النسور، مثل هواي يعني مكانات صراحه يعني دا نشوفها هسه. احنا نتامل بانه يصير هذا الشيء، التطوير اللي دا يصير العمراني بالبلد وتطوير بهذه التقاطعات وفك الاختناقات يدرجون مال الدوره واكو. اي العفو استاذ. زين اليوم انت قاعد ايجار ولا ملك؟
لا يعني بيت ابويا. بيت ابوك اشتغل؟ انا موظف. موظف وين؟ بوزارة الكهرباء. الكهرباء تتوقع اليوم راح تحل ازمه الكهرباء هم؟ والله هسه تدوم بوزاره الكهرباء صح. اي انا يعني واحده من الدوائر وزاره. هسه وزاره الكهرباء لو تنتبه يعني هسه الكهرباء احسن من كل السنوات، يعني من هسه الشتاء هذاك الصيف يعني احسن من يعني كل السنوات حسب ما نشوفها. يعني هسه لو انت الشتاء ترى ما محتاج الكهرباء بالشتاء. اي بس بالصيف يعني كانت احسن، يعني بهوايه احسن. حتى يعني خطه الحكومه الجديده بانه قللت سعر الامبيريه مال الكهرباء، سووها على صرف. قبل كان ماكو هيك شيء، هاي اول سنه تصير بتاريخ العراق ما بعد سقوط بغداد بانه الكهرباء المولدات تصير عن طريق الصرف مالتك. ايش قد تصرف؟ تدفع فلوس على المولدات يعني. اي لا لا، بدي احكي لك بانه هاي خطه طبعا همين اكو فد نوع من التنسيق بين وزارتنا وبين دولتنا وهي المحافظه. وهي المحافظه طبعا. اوكي انت تقول انه اليوم ابو المولده حط جهاز عداد ايش قد يشغل؟ هاي بالشتاء، شتاء الكهرباء زينه. بالصيف ايش قد راح تطلع للمواطن؟ والمواطن تتوقع انت اليوم عندنا طبقات فقيره كلش. حسب ما نتوقع هسه اكو عندنا ادراج محطات مال الكهرباء جديده، يعني عندنا محطه الانبار الدوره المركبه راح تربط، محطه انبار بالبصره النجيبيه، يعني عندنا هاي الزبيديه هسه دي يسوون تطوير لها، محطات بشمال بغداد يعني هوايه عندنا صارت محطات العفو استحداث، وان شاء الله يكون تطوير بالخطه هذا الموضوع يعني كلش مهم. ولو تنتبه يعني احنا ما صار عندنا هسه توصل 18 ساعه باليوم هسه الكهرباء، وترى هسه احنا جو شتاء العالم كلها تشغل السبالت عن طريق يعني تدفئه الصوبات وكل شيء، يعني كل الامور هذه. يعني انا دا اشوفها بصراحه هالسنه احسن من كل السنوات. مو هنا انا دا اتحيز لاني كموظف هنا، بس انا دا اشوف يعني خطه الوزاره لهالسنه احسن من بقيه السنين. او مو بس طبعا موضوع الكهرباء، لو تنتبه هوايه يعني اكو امور هالسنه دا تستعدل، يعني بدا هسه البلد ما دام دا يتطور امنيا بدا يعني يتطور بالامور العمرانيه بالامور الخدميه، يعني نتمنى احنا ان شاء الله. بس انا يعني بصراحه للمعاناه مالتي يعني اللي دا اشوفه يعني منطقه الكرخ كلها اللي هي بالدوره بالاخص جنوب بغداد كلها بربط الرصافه عن طريق الطابقين عن طريق وبعدين وراح على المعلق، هذا التقاطع مال المصفى السيارات دا تجي كلها من الجنوب دا توقف هنا دا يصير ازدحام. وعندنا والله لو تنتبه انت لو تروح شوف عندنا مجالات زراعيه اللي هي يعني هاي الجزرات الوسطيه يا ريت يشيلوها، لان تدري جامعه دجله هناك. بس اكو شغله انت تقول الجزرات الوسطيه حرامات ينشال. هذا الزرع والخضار حرامات ينشال، خلي لا كلها هم لو يشيلوها كلها ويشيلوها. اكو شوارع يعني خدميه يا ريت لو يبلطوها، اذا هاي بلطوها بصف هاي الجزرات، اذا يبلطوها راح تربط قبل على الشوارع السريعه وراح يعني 90% من الازمه راح يعني تنتهي. يعني اتمنى ان شاء الله. ممنون استاذ، شكرا. ممنون، مع السلامه. مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. مثل ما تشوفون اليوم لنقل الواقع الشارع العراقي والقضايا اللي موجوده، المشاكل اليوم كثيرة يحبون ينقلوها عبر برنامجنا بقناة سامرة الفضائية. ولو نشوف اليوم كثير من المشاكل اليوم يعاني من عندها المواطن العراقي هواية. السلام عليكم. عليكم السلام. صحة. الله يسلمك. أخبارك. الله يخليك. تحياتي إلى برنامجكم القيم وإلى إذاعتكم الكريمة، هي إذاعة سامراء الطيبة اللي تنقل معاناة الناس ومعاناة العالم في الشارع العراقي عموماً، وهو الشارع العراقي. نقول العراقيين نفسهم هم المظلومين في هذا الشارع. اولا الشارع تعبان من الخدمات، خدمات التبليط، خدمات المرور، خدمات يعني شرط احكي لك السوق، الاسعار خاصه الدولار. قبل كل شيء. نعم. انت حكيت انه قلت خدمات المرور. نعم. شنو الموضوع هذا؟ تعلمني بس تعلمني. خدمات المرور انت تلقى في كل موقع اكو كاكشاك، في كل موقع اكو اكشاك. هذه الاكشاك يعني تستغل الناس، تستغل العالم. اولا اكو مكاتب سووها الى عقود المروريه. نعم. كم مكاتب الى العقود المروريه؟
عقود المرورية زين، أنت من سويت مكتب خاص لكل منطقة في 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 منطقته، مكتب عقود مرورية تأخذ من عنده 3 مليون للمرور، تروح عمليات بغداد، إجازة رسمية 100%. طيب هاي الأكشاك اللي جاي تشتغل بباب المرور شنو؟ تستغل العالم وجاي تسوي أكو شو اسمه عقود مزورة، عقود استنساخ ويطب وداخل المرور وتمشي يعني عقود. زين أبو المكتب اللي متحمل ضريبه امانه الضريبه ومتحمل امانه بغداد ومتحمل عمليات بغداد ومتحمل العقد المرور الرسمي عليه تفتيش وعليه كل التطبيقات القانونيه، زين ليش المواطن ما يروح يسوي بالمكتب؟ ليش يعني ليش يروح للباب المكتب باب التسجيل يسوي العقد؟ طيب المرور وين راحت؟ وين الشؤون مالتهم؟ وين استخبارات المرور؟ وين التفتيش اللي يفتشوه؟ ماكو تفتيش. انا طلعت سابقا وحشيت، زين اذا انا مسوي لي اجازه على شنو؟ خب انا الغي الاجازه واسوي لي كشوك بباب المرور واقعد هم استنساخ وهم نفس الحاله، ولا ادفع فلوس ولا ادفع رسم ولا ادفع ضريبه. اذا انا هذه معاناه لو مو معاناه؟ معاناتي هذه. تفضل. تقول انت اليوم الاكشاك الموجوده باب المرور. نعم باب غير المرور لهم دور بهذا الموضوع، عندهم لجان، عندهم مفتشيه، عندهم استخبارات انه يطلعوهم من هنا. هو هذا اللي اقوله. يعني الفساد من يبدي؟ اذا انت من تسوي لي اجازه وتقول لي وين منطقتك؟ وين تسوي لي اجازه مالتك؟ بفلان منطقه بغداد جديده او بالكاظميه او بالرستميه او هو هاي الشغله، لكن انا من دا اسوي هالاجازه وابو المواطن ما جاي يجي، ليش؟ لان باب المرور اكو عقود مروريه. اذا وين الاستخبارات؟ وين تطلعون عليهم؟ اذا انا ماكو داعي اسوي اجازه، خب انا اسوي لي فهم نفس الحاله، اسوي لي موقع واقعد بباب الموقع، ادفع هذا واسوي لي ميز واقعد واسوي عقود مروريه، هاي الشغله كانت ورقيه صارت الكترونيه. نعم. هسه الالكترونيه هسه قاعد العالم هم نفس الحاله تستغلها، ما افتهم. واضافه نرجع الى الشارع العراقي، الشارع العراقي تعبان، الشباب عمل قليل يعني ماكو، والناس كلها قاعده متجهه لمن؟ متجهه الى قولوا وياي شبكه الرعايه الاجتماعيه اذا ما عنده شغل، والعرباين هاي التعبانه، وهذا شوارعنا التعبانه، يعني هي هاي اللي اقول لك هذا واقعنا، هذا حلنا، هي هاي الشغله، يعني شنو احنا اللي نسوي؟ وهاي الانتخابات تفضل. إذا تجيبوا الانتخابات وقت الانتخابات يقومون يسوون، وراحت الانتخابات رجع الوضع كما كان. يا أخي يعني إحنا وين شو نصير يعني؟ شنو بس ردفتهم؟ حلوها ما تنحل. المدى تنحل يعني ما نعرف، إحنا نقول الله يرحم آبائنا والله يرحم أجدادنا، أنا أقصد إلى ذاك الزمن أو هذا الزمن اللي قاعد ما يصير الإشارة، والحمد لله والشكر. والسلام عليكم حبيبي الغالي. أهلاً حياك الله. السلام عليكم. شلون صحة؟ تعلمي؟ شلونك؟ أنا سايق تاكسي، عندي سيارة تاكسي. وين ساكن؟ حي العامل. قاعد إيجار مولو؟ لا بيت الحمد لله. شو بيتك؟ نعم. شو المشاكل عنه من عندها؟ مشاكل؟ إيه؟ ها شوف الشارع. بس هذا الشارع؟ نشوف كل شيء، كل مكان. محارب، أنت محارب. محارب من أين؟ من كلها. مثل منو محارب؟ كلها. روح نشوف. كلها محاربة. أصل شيء هاي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. هاي مقدمين صار لنا شقد احنا صار الرعايه سنه مقدمين. ايه؟ وانا طلع الباحث عليك شو ما سويك شيء صار لك سنه طلع الباحث عليك. نعم. ولحد هاي اللحظه ماكو لا رجعت خابرك علي. احنا خابرك وماكو اي اجراء بيها. رحت راجعت مرتين. ايه حبيبي رادوا فلوس وما انطى. من راد فلوس؟ كلها. بس انت هو عالم. بس دقيقه، انت موضوعك بالرعايه الاجتماعيه حبيبي. من الرعايه رادوا فلوس؟ لا هم عندهم جماعة، طينا هالقد 500,000، طينا 600,000 ونطلع لك إياه راتب. طلعها؟ طلع راتبي. طلعك راتب والله. وأنت ليش ما سويت هاي الخطوة؟ ما سويها. ليش؟ ما جوجك عالم تستحق أكثر من عندي. وأنت مستحق لو ما مستحق؟ مستحق أنا. نعم. مستحق؟ نعم مستحق. يعني المشكلة إنه بالرعاية يقول لك يجون ناس يطلبون 500,000 ويقول له طلع لك راتب الرعايه. شادي عندهم بيانات. بيانات ليش ما كورونا طلعوا لنا رواتب احنا؟ مال كورونا طلعوا لنا رواتب. يعرفون هذا ما عنده راتب. زين ليش هسه انتم ما تعرفون تطلعون بيانات يعني كامله؟ ما تعرفون؟ يعرفون يطلعون البيانات بس ما طلعوها. ليش ما طلعوها؟
كل عراقي حتى انت يعرفون انت عندك راتب ولا ما عندك. موجوده بالتخطيط وزاره التخطيط موجوده. بس ماكم يطلعوا لك راتب. ليش؟ شنو الاجراء؟ ليش مخرنا انت سنه ومخرنا سنه ونص؟ عندك راتب وعندك جهال وعندك مدارس. اي كله. يعني راتب الرعايه صار بوق. طبعا. راتب الرعايه طلع لك راتب تعطيني فلوس. طبعا. وتستلم الكيكار. يعرفون. وعندهم بيانات. شنو هالفساد؟ شنو هالبوق؟ عندهم بيانات. يطلعون البيانات مال العالم اللي عنده راتب واللي ما عنده راتب. كل واحد عنده راتبين ويستلم ورعايه. تقاعد عنده. شكرا حبيبي. السلام عليكم حجي. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. تشتغل حجي؟ والله قاعد. تعال امي تعال 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 على تعال. مريض ما الله عليك. ايش فيك مالك؟ والله مريض بالانفلونزا ومصاب. مصاب شنو؟ مال تشرين. ايه؟ اي والله. زين. وكل شيء ما حصلت. لحد الان. اجيت معامله وكل شيء ما حصلت. قالوا نعوضك نعوضك. طيب ايش قالوا لك نعوضك؟ صار 4 سنوات. ايه؟ هو يقول لي يعطيك 7.5، قلت له شلون 7.5؟ قليلة. تعويض ما شنو يعطوك؟ مال الإصابة. إصابة وين؟ هنا بيدي. وين إصابت؟ إصابت بتشرين. بتشرين؟ نعم. يعني شو طلع مظاهرات؟ نعم. زين هم الناس هذول اللي انصابوا بتشرين كلهم عوضوهم حتى يعوضوك يا حجي؟ عوضوني، يعطوني 7.5. راح ينطوني بمشي بالمعامله 7.5. نعم قلت لهم قليله يعني انا اريد فد حل لهي المساله. ايش تريد يعني؟ انت تقاعد اريد تقاعد اقل شيء 500 ما اريد 600 ما 500 600 زين ما اقدر. وراجعت بيها وراجعت هوايه ما ينطوني نجده. هي رحت تقاعد رحت لجمعيه المحاربين ما خليت وصيحت وتعاركت وصايحت ما يفيد. ما يفيد ابد كل شهر ما يعني. انت موظف بدائره حتى يعطوك تقاعد حجي؟ مو مصاب اني غير مستحق. انت مصاب عندي تقارير. انت مصاب بتشرين. حبيبي تقارير عندي. انت مصاب بتشرين. اي. واللي ماتوا عوضوهم. اي ياخذون ياخذون مال الشهداء. ياخذون. نعم نعم ياخذون. يعني اشوفهم ياخذون يقدمون معاملات وياخذون. يقول لهم تعالوا استلموا اعتيادي. شيء مساله اعتياديه. زين. يستلم. زين. اي. فاني ظليت بس اراجع اروح منا اروح منا اروح منا اروح منا فدامشي على 7.5 بس فاني ما مقتنع بها بصراحه ما مقتنع نعم حاجه تاخذ 7.5 اقول يا اخذها والنبل اسوي تقاعد انا راجعت قلت له غصبا عليك اسوي لي تقاعد قلت له غصبا عليكم اسوي لي تقاعد ما يقبلون عنوى قاتل بغير طريقه عندي 100 طريقة شنو 100 طريقة يعني؟ اسوي مظاهرات على اليوم اسوي كل شيء اسوي وحدك تسوي مظاهرات؟ مو وحدي غير جماعة ساعدوني المتظاهرين جماعتنا انا منظمة منظمة انا مدنية اما نطلع احنا وجماعتنا يطلعون وما نسكت احنا يعني حقوقنا احنا نريد كل شيء ما حصلت راتبي حقوق الشعب كلها مسلوبه وانا اصلا انا عسكري واصلا حتى ما انطوني راتب 6 شهور دوام ما انطوني راتب هذا ظلم هذا يعني بالعراق ظلم يعني ما صاير يعني زمن ذاك الزمن اداوم يوم واحد يصرف لي يوم واحد بالنشر يعني منشور عليهم بس يقول لا والله ما عندك امر اداري 6 شهور انا مداوم جماعتي بصفي ياخذون 1.2 مليون ليش ما اخذ راتب شنو السبب؟ اكو فد شي فد حافز فد شي يدفعهم ما اعرف. انت وين ساكن؟ انا بالرحمانية الكر. ايجار لو ملك قاعد؟ لا والله هيك ويا قرايبي معطينا هيك بيت قاعدين بيه. كل شي ما عندنا لا فلس ولا بارة. كل شي ما عندنا. الله شاهد ذنبر العيشة قوة. من سوق هرج احصل لي حاجة حاجتين ابيعها واكل بيها واشرب بيها. شو تحصل؟ شنو شو تحصل؟ حاجة ابيعها. للبيت؟ لا ابيعها يعني بيع شراء. شنو هالحاجات اللي تبيعها؟ هاي مثل هاي الحاجه ما يجيب لها 5000 دينار. يعني انا شقد يقيتني هذا 3 ايام 4 ايام باكر ما ابيع راح هذا الارض منا ومن انا. انا شنو ذنبي يعني؟ انا مواطن يعني هم ارد البس ارد اكل ارد اشرب خطار يجيني يعني كلها محسب الاحساب. زين انا رجل انا مو يعني جاهل جاهل بحث اخر ما يهم على اهله لكن انا رجل انا بالعائله صح ولا لا؟ يعني انا اقيم بالعائله انا اقيم بالايجار انا اقيم بالسحب. كله مريض من عندي. يعني هذا الشيء يعني كلش خاطئ يعني امام الشعب وامام الحكومه كلها انا احكيها وين ما يريدون احكيها. ولا ذاك اليوم ابو الشامريه قال لي انت شنو بصفتك انت تراجع ما عندك حقوق لزمني.
قلت وين ما تريد، قلت احكي وياك وين ما تريد اني اقابل، حتى الجمهوري انا اقابله بعد اقابله، وما هيك عندي استعداد زين، ما اخاف من اي شيء، يعني انا صاحب حق زين. الله يكرمك. عيوني قلبك. ممنون منكم. الله يصبركم ان شاء الله. دائما خير. الله يسلمكم. الله يحفظك. الله يحفظك. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. شلونك؟ وعافية سلامتك الحمد لله. شو بتحكي؟ والله على مود قدمت على الراتب مال هاي اللي اسمه؟ الرعاية. هاي ايه؟ صار ايش قد مقدم على سنتين ثلاثة. ايه؟ وكل شيء ماكو، احنا العالم مشتغل حمامين هنا بالشرج. قلنا بلكت رجال متزوج عنده اثنين جال همات لازم عيشه، وقاعد بالجار 450 الف. زين قاعد ايجار 450 450 وين اشتغل حمال هنا بالشارجه؟ مش شلون اشتغل حمال؟ اي اشتغل حمال، هاي عربات هذيك ذابه هناك. زين زين اريد لنا حل، يعني نشوف يعني سليون بعد يوم احنا نظل هيك لا راتب لا هاي، والله شبعنا قهر يعني. زين وين قاعد ايجارك؟ بالدوره 450. اي والله. ايش قد تطلع باليوم؟ والله مو شرط 5 6 10 15 هيك يعني حسب. زين يعني احنا يوم متى احنا اليوم اللي ما بي شغل لا تاكل ولا تشرب. اي اي ايش السؤال؟ هاي الحمد لله. بعد ساعه تجي لهنا انت اطلع بالخمسه فجاه. اي زين وارجع بالخمسه هيك 5:30 بالاربعه. اي بعد ما راح تراجعك مره الاخرى للرعايه؟ ما راح اشوف ايش دي يصير؟ ياخذ الفايل مالتك وما ادري شنو، احس في الامور لا يصعد حاسب ولا هاي يشمر يجي غير واسطة فلوس، احنا ما عندنا فلوس ميل ما عاد. يعني طلبوا من عندك؟ طبعا كلها تطلب. لا تقول لي طبعا، طلبوا من عندك؟ طلبوا، واحد طلب من عندي ورقتين، قال لي ورقتين اعطي لك اياها كامله. زين ورقت زين انا عندي ورقتين اجي علي عليك؟ بعد والله ما اعرف ايش اقول لك. زين سؤالك تبي تقول انا لو عندي ورقتين وانت محتاج راتب الرعايه ايه؟ ما تقدر تدبر الورقتين وتعطيها ويطلع لك اياها؟ مين ادبرهم؟ مين؟ انت يا دوب يا دوب تجيب عيشه لاهلك توكلهم، اقول لك ما حلال ما اوكلهم حرام، اقدر اروح اجدي واقدر كل شيء اقدر اسوي، اقدر اسلم، اقدر ابوك، بس احنا نجيبها منا ومنا ونراوسها الحمد لله وشكرا. بعد ما اعرف. الله يسلمك. يلا حبيبي. خيرك اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. المناشدة خصوصا الرئيس الوزراء محمد شاع السودان المحترم، انا قدمت 2014 على شنو قدمت؟ على الجيش العراقي. تمام. من المطار وطلع اسمي، خبروني الرسمية رحت انطونا قصاص التحاق للتاجي. خوش 2014. تمام. ففلتنا صار عنده حادث، يعني الحادث اللي انا بعدين تفاصيل، يعني عندي حادث صار عندي جهال ندعمه وصار حادث بالمستشفى شهرين نايم من جهالي، فانا بعد ما صار التحاق للتاجي بس انا ادق اسمي بالوزاره وزاره الدفاع، اسمي موجود على عمليات الجزيره مال الرمادي. بهاي العوده قدم يقول انت اسمك ما عندك مباشره، فلازم عندك مباشره. فبهالاثناء اريد من السياده محمد شاع السوداني ان يضرب قضيتي، والله العظيم الوضعيه كلش تعبانه، تعرف حمال في السوق التعبان هذا، اريد من الله ومن عنده. يعني انت قدمت على وزاره الدفاع وطلع اسمي ورقم الاحصائي موجود ومعلوماته كاملة، بس يقول ما عندك مباشرة. زين. اي. قول له زين شنو الحل؟ ما سألتك شنو الحل شو اسوي؟ الحل ما اعرف، يقول ردك الا واسطة، زين الواسطة منين يجي فاهم؟ واسطة؟ اي الا واسطة. تداومت؟ ما داومت. بس انا عندي امر اداري وعندي قصاصة مال تعييني. عندك امر اداري؟ اي عنده، بس يعطيك اياه تريد. عندك وين الامر الاداري؟ هذا موجود عندي. عندك امر اداري؟ اي عندي امر. وعندك القصاصة مال مباشرة؟ مال مباشرة. وهاي بحس هاي وزارة الدفاع. بحسك اياها. او اسمي او تعييني موجود على عمليات الجزيره. با هذا عمليات الجزيره طبعا ما واضحه هي كلش. 2014 زين هاي قصاصه الامر الاداري وين؟ الكتاب الرسمي وينه؟ هو بعتها وهذا عن وزاره الدفاع، هذا جبته، هذه هذا جبته من الوزاره. من الوزاره اي شكل جاي اقول لك انا. فانا اريد اوصل صوتي من قناتكم الموقره الحضر الشاعر محمد السودان ان يضرب قضيتي. ناشد وزير الدفاع بهذا الموضوع، هو جاي معاك ناشد. والبارحه على اساس يجي المهرجان مال التسوق مال غرفه تجاره بغداد، والله منتظر من 4 العصر ل 8 وبعدين اجي استشار مالته بس ما وصلت لاني. زين اي فريد من قناتكم وقالت وصل صوت هذا ما عندي شان. طبعا هاي مناشده ايوه الى رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني والى وزير من الناصريه ورشه الحمال بالشورده ولا وزير الدفاع المحترم. أيوة. والى قسم الإعلام بوزارة الدفاع اللواء يحيى رسول المحترم، هاي مناشدة لكم. هذا الشخص عنده أمر إداري ومطيق قصاصة بس يقول لازم
الكتاب مباشره مباشره المباشره الكتاب مباشره من يجيبه؟ يعني الموضوع يمكم، هذا الموضوع حصرا يمكم. رحت على مود العودي يقول ما مش مرتب العودي رادك الا مباشره، وما اعرف مين المجيب مباشره انا. زين اي والله. شلون رقمك انت؟ 078-140-23-472. 472 اي والله. ان شاء الله قلت رقمك وقلت المناشده مالتك والقضيه مالتك. مشكور ان شاء الله توصل مناشدتك الى وزاره الدفاع والى وزير الدفاع المحترم. مشكورين رحم الله ان شاء الله ينظرون بامرك. الله يحفظك. مشكور اخي، مشكور رحم الله. حياك الله. عندنا مناشده. السلام عليكم. السلام عليكم. مسعد تعيينات، اني خريج بكالوريوس. اخوتي خريجون بكالوريوس لغه عربيه، والثاني بكالوريوس لغه علم نفس، ابن عمي بكالوريوس لغه انجليزي. كلكم خريجين؟ كنا خريجين، والحلو بينا كنا حماله، كنا هنا نشتغل عمال دارسين وواصلين وحماله. كلنا يعني اصغر واحد بينا عنده استعداد وين ما تريده يوصل. انا خريج بكالوريوس تمرير، وهلا هنا انا حمال. يوم يطلع وكيلك 20,000 اسكراوي 5,000، ايش كم دوب انظر هيك؟ هسه انت تقول لي تعال ناشد وزير فلان ووزير فلان، ما بيهم واحد خير. يعني ناشد ما حمل شاع السوداني قصفوه البارحه ما سوى شيء، مو قصفوه بيته، ظلينا احنا مرجوحه بين ايران وبين امريكا، هذا يضرب اربيل وهذا يضرب بغداد، ايش كم دوب انظر هيك احنا؟ يعني شنو هسه انت تقول لي ناشد فلان، يا فلان يا حشاك، يا فلان يا علا، ايش كم دوب انظر هيك؟ سهل الحمد لله والشكر. الحمد لله. انا ساكن بغداد حسينيه. وين؟ حسينيه بغداد. اشتغلت انا حمال بالشارجه؟ اي هنا حمال اشتغل. صار لك ايش قد اشتغلت هنا حمال؟ انا صار لي اشتغل 8 اشهر، كنت ابيع شاي. انا ادرس وابيع شاي بالكرات. تدرس وتبيع شاي؟ اي الحمد لله والشكر. فيك البركه. الحمد لله والشكر. واخوتهم كانوا يدرسون يشتغلون صمون وناس شارجه وناس مطاعم وهذا، وكنا خريجين. هسه ابن عم عنده انزلاق الله وكيلك، هسه فوق اشتغل عنده انزلاق جاي ينزل شريف ويصعد الشريف. يوم ويتا 20,000، هو خريج بكالوريوس لغة إنجليزي، هذا لو بغير دولة مو يبوسون إيده. وأنا أحكي لك يعني طالب خريج بكالوريوس تمريض، مو طالب، هاي السنة تخرجت. يعني أغبش الصبح للدوام أرجع أنا أشتغل ما أرتاح. يعني أنا أهلي كل أسبوع يلا أشوفهم يومين من الدراسة للشغل. يعني إيش كم دوب نظل هيك؟ يعني نبقى عمال. أتمنى يعني يوصل صوت بس هيك أنا يعني الله وكيلك يعني حكيت. لان ماكو شخص يهم الامر بيناتهم، صارت محاصصه هذا باق فلان هذا باق فلان، هي بيناتهم. نور زهير باق له فلوس مليارات العراق. يا العراق يعني هاي البوقه مال نور زهير يعني تعادل ميزانيه 5 دول عربيه، وهاي بالمواثيق يعني بشهاده يعني المحللين، وما يحاسبون. تجون على الفقير اذا سوى له شيء تنقلب الدنيا. يا يلحقون الكارت ما طلع، الكارت ما جاء ما طلع دام 10,000 10. وانا الله وكيلك مرات اغيب من الجامعه على مود اطلع 10,000 15,000 اروح بيها النوب للدوام، لو مرات اخذ من جماعتي الله وكيلك. هاي الحمد لله والشكر. الله يرزقك. ما الله والديك. الله يحفظك. اتمنى يوصل صوتي. يعني انا اللي دا اشوفه اليوم هاي الشباب اللي خريجين يركضون برجليهم، يركضون برجليهم وبايديهم، بايديهم حتى بايديهم، مو اقول لك شنو بايديهم، لا بايديهم برجلهم وبايديهم، حتى يطلعون 10,000 دينار حتى يروح للكليه مالته وللجامعه ويشتغل يبيع شاي او بسطيه او بعربانه. تالي بتالي من ينجح يشتغل حمال بالشورجه. والله شنو ماكو تعيينات زين، وانتو على مصطلح الناس عندكم فضائيين كوما ياخذون رواتب وقاعدين ببيوتهم، فضائيين كوما. وهاي حال الشباب زين، خاب املهم لكن لا حياه لمن تنادي. والى متى الحكومه مالتنا راح تبقى هيجي حارين بكراسيكم ويوميا طالعين بالاعلام راح نسوي وراح نقدم وراح نطي، وهاي كلها مخدرات وبنج للشعب العراقي مع الاسف الشديد. مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم ببرنامجنا، برنامج اصداء الشارع نقل معاناه الشعب العراقي، لكن بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، ومثل ما نشوف اليوم من قاعد نطلع بالشارع الناس تجي بس توصل معاناتها مشاكلها، هو هذا حال الشعب العراقي مع الأسف الشديد. أنه العراق والشعب العراقي يقول لك إحنا صرنا إلى الهاوية، ما حد يقدم لنا شيء، ما حد يعطينا شيء. شلونك أخويا؟ والله الحال شوية تعبان وما يساعد. والله السوق تعبان. أنا قاعد بليدر، والسوق تعبان. منين أسدد إيجار؟ غير يعجلون بالرعاية على ما تجيك رسالة وتوكل جهالك، غير سد الإيجار. يعني السوق تعبان، يا تقول له عربانة ما يريد، قام ياخذ تكتك، قام ياخذ تكس. الحال تعبان كلش. أنا عمري 50 سنة، قالون عندي مرتبية سكر، يعني ما يصير هيك. استعجل بالرعاية، استعجل ودي رسالة حتى العالم تنشنش. قال تبع إيجار ياكل لقمة. والله أسأل العربانة وقفت، والله وقف سوقها انقرضت، والله انقرضت. وش قاعد تشتغل بعد؟ والله حمال، أخذت لي كروة بلف، والله أخذت لي كروة بلف وراح شوي هنا ذيك العربانة. والله بيش ما أجرت؟ والله بلف ونص، ومأجر 150 ألف. اي والله. يا منطقة؟ والله بالحميدية. يعني أنا قاعد بالإيجار ومريض، ابني الكبير عمره 11 سنة، زين هذا شوك يعيني. إذا أجيبه هنا يضيع 11 سنة ما يبتهم. طبعاً يضيع هنا. إيه. هو سوز دعام وزخم. فإحنا شني الناشد يعني هسه أنا قاعد بالإيجار. تعال فلان الفلان أنت عمي قاعد بالإيجار. هاي رسالة إلك واصلة. مال رعاية راح أطب أذبح على بطني. أذبح على بطني أني لو أشتري بها دواء لو أتبع بها إيجار. أنا أموري تعبانة كلش. أنا عندي قالون، والله قالون عندي تعبان، والله عايش على أدوية. ما يصير هيك. يعني أبو القالون بحال يشتغل حمال، ابن الكبير 11 سنة كلها مدارس. إي والله كلهم مدارس، حتى ما صار لهم ماس يقرون. ما صار لهم ماس يقرون، ما يقرأ، ما يعرف يقرأ دار دير. ليش؟ ها؟ ليش؟ ما يستوعب من الفقر. الله أكبر. والله ما يستوعب، يعني صار عنده فقدان باكرة مش ماله، ما أدري. من البقر عمي، والله نجيب يومية 50 ببقاصة. كم واحد يحكي لله أمانة، أمانة لهالخيرين وهالطيبين. أنتم لسان حال الفقير، والله أنتم لسان حال. والله كم فقير يساعدنا، واحد يحكي لله كم خير يساعدنا. لو ما هم كان الضيف يعني طبل ما له واسب القراية، خلي له مصرف الفوربة. عواد حكى ثلاثة بالفوربة، يعني كل واحد يوزع 125. عمي احنا بالإيجار، أموري تعبانة، أنا مريض، عندي قالون، مرتي فيها سكر، عايش على السولي. لما القرايب يلومونك ليش تسوي لقاء؟ يابا واحد يحكي ضيم قلبه، بعد شو نريد منهم؟ بعد والله العربانة انتهت بالقرآن. عندك معاميل تعيش، ما عندك معاميل لك الله ضل تفتر شلون المرصع. أنتم معاميل يشتغلون، ألو ألو، زين ما عندك معاميل شلون؟ هسه أخذت كروة بلف والله، أكلت بيها بالقرآن، قلت والله على هذا أبو هيثم. كروة بألف أكلت بيها؟ إي والقرآن. وأهلك؟ أهلي بعدين الله يتكفل بيهم. ونعم بالله. الله يتكفل بيهم، والله أكلت بيها. والقرآن أكلت بيها بلف دي. تريد رعاية عمي؟ رعاية انكتلنا؟ اليوم اللي ما ترجع بيه للبيت ما عندك فلوس، شو تسوي؟ والله تشتغل شوية مجادل. مدار عدان بيت أختي شوية أمورهم زينة. عدان بيت أختي لحد ما الله يعدل الحال مات. والسبت حركة قوية، والسبت غير السبت حركة قوية. شو حركة تعبان؟ يعني دمار الإنسان متدمر بهذا الوضع. فهسه هسه نريد رعاية عمي، نريد رعاية، ما نبيبها على بطولنا، نبيبها للإيجار. وهاي ما تلعق يعني، ما تلعق، خلف الله خمسة يوميا نبيب بقاصة يلا سيطرنا. زين تعلم. اي والله. زين انت عندك تليفون؟ عندي والله. حافظه؟ والله بس اليوم نسيت التليفون الرقم. ما حافظ رقمك انت؟ والله ما حافظ. إذا يخليهم هذا الخير عمار. زين انت وامك هذاك دائما تتواجد؟ أهلا بس قل له ابو حميد، هذا باقر يعرفني، باقر. هذا الخير يعرفني، الخزعلي، هذا ابو الجمار يعرفني. ايه بس قل له ابو حميد الحرشاوي. طبعا مشاهدينا الكرام اليوم نسيت التليفون. اليوم يعني ناشد الناس الخيره واللي عندها الامكانيه انه يساعد هذا الرجل ابو حميد. انا دائما ببرنامجي ما اناشد لا برلمانيين ولا الحكومه ولا اي احد. اناشد الناس الخيره اللي تقدر تساعد هذا الرجل. اما عربانه برقمه ما حافظه هو. ابو اسمه ابو حميد. حميد علوش. حميد علوش بمنطقه الرصافي
موجود هنا يسألون عليه يم علي ابو القاسم ابو الجمار، تقدرون تسألون عليه، اللي يقدر يوصل له واللي يقدر يساعده هذا الرجل، هو واطفاله وزوجته. الحماله وقفت تعبت بعد ما حد ياخذ عربات. مشكورين حبيبي. لا العفو العفو لا العفو. حياك طبعا مشاهدينا الكرام، احنا بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا، برنامج اصداء الشارع لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي ومعاناة الناس والقضايا والمشاكل اللي قاعد نشوفها اليوم. هاي الناس كلها قاعد تناشد، لكن لحد هاي اللحظة يقول لك على الأقل هي الرعاية ايش قد؟ اذا كانت الرعاية 150 او 175 الف، هو المين راح يسويها؟ اللي قاعد ايجار راح يعطيها للايجار، راح يعطيها للايجار، ما راح يروح يقعد بيها بملها او يشرب بيها او غيره. عمي خلي يشبع بطنه، يشبع جهاله. وانتم اليوم ما قاعد توفرون اي شيء للمواطن العراقي، ليش؟ اصحاب البسطيات محاربين، ازمه السكن لحد هاي اللحظه انتم ما سويتونا حل ولا راح تسوون لنا حل. السلام عليكم. السلام حجي، شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ والله خال احنا اسرى مال حرب مال خليج، وعمرنا صار كل واحد 60 سنه و70 سنه، قاعد الشغل عمال يوميا 5000 دينار ما يعيشنا. انتوا اسرى مال حرب الخليج؟ اي والله مال حرب الخليج، ولا حد لا حقوقنا ما معطينا. بس هسه هي لو توقيع لو رئيس الوزراء بس يوقع كتابنا يمشي. احنا مشرعين مشرعين وكاملين وعددنا قليل مو هواي، بس ما وقع رئيس الوزراء. اي والله ناشد رئيس الوزراء بس يوقع كتابنا، واحنا عمارنا خلصت، واحد عمره 70 سنه و80 سنه يعطينا بكت راتب متقاعد. هاي شفنا هسه عمره 60 سنه قاعد يشغل بعربانه، بكت وصل لصوت رئيس الوزراء ونور سيد نور المالكي. عوفك هسه من سيد نور المالكي وعوفك. احنا الناشئ انت تناشدون حاليا من هو رئيس الوزراء؟ محمد الشاع السودان. محمد الشاع السودان والله الناشد يقول بك الله يوقع كتابنا ويعيشنا على الراتب ما تقاعد. اي والله هسه عمره كل واحد 60 سنه يشتغل بعربانه، رئيس الوزراء هم يبوع عليه هنا، والله دام كبار ما يعطونا حقوقنا لحد الان. ذول طلعوا برا انطوهم، واحنا اللي جينا البلد ما اعطونا. ما يصير، مو عداله هذه. انت وين ساكن حجي؟ بالكوت والله. تجي من الكوت لهنا؟ اي والله على 5000 دينار والله عايش، على 13 نفر عندي. الله اكبر. والله 13 نفر عندي. 13 نفر اولادك؟ اي والله العظيم ها 13 نفر وعايش مع العربان يوم 5000 7000 دينار. مو وراي فندق، وراي اكل، وراي عزيم، كل شيء وراي. بيناتنا الله اكل هنا على حصل 10000 دينار، يلا صفي له خمسه يوميه. الله يكون بعونك. اي والله شو نسوي؟ اي والله بكت ناشد رئيس الوزراء على الاسر على الحقوق، بكت ناشد انت بكت ناشد. اي والله ان شاء الله يا اي والله ناشد بكت رئيس الوزراء ان شاء الله. علي افرح ماله توصل صوت رئيس الوزراء، خلي وقع كتابنا، واحنا وقعنا الله وكيلك. ظل لنا شرايا ذول الامريكان يوشون لنا لحم خنازير، والله والله شاء مطايح تكرم مطايح وخنازير ياكلونا، ظلنا شهرين ياكلون بينا وعذبونا تعذيب كامل. وين؟ بالسعوديه الله شاهد، بالمخيمات بالمخيمات شهرين ياكلون لنا لحم خنازير وتكرم مال مطايا، ظلنا شهرين يعذبون بينا. الله كريم. ايوه الله الله يوفقك الله يستر عليك. يعني والله العظيم انا اليوم تحس بقلبي من اشوف هاي الناس اللي متبهذله، هاي الناس اللي ما عندها تعيش، اللي ما عادت تعيش اطفالها، اللي عنده 13 نفر واللي عنده 10 واللي عنده 15 واللي عنده اقل واكثر. يعني مو معقوله ان اليوم العراقي شيء ينذل، مو معقوله ان اليوم العراقي يجدي بالشارع. لو المره العراقيه يجدي بالشارع، والى متى احنا حنبقى هيجي؟ الى متى؟ المفروض اليوم احنا نعيش بنعيم، نعيش برفاهيه. يطلعون طلاب مظاهرات، نساء مظاهرات، كبار سن مظاهرات، واحنا راح نقضيها طول عمرنا مظاهرات. دخلنا بسنه جديده، سنه 2024، 22 سنه ما سويتوا حل للعراق، ما سويتوا حل لهاي الناس، ما سويتوا حل للبطاله، ما سويتوا حل لازمه السكن، ما سويتوا حل للمستشفيات الرديئه الحكوميه اللي لا علاج بيها، اي علاج ما بيها. زين مليارات الدولارات تصرف على المستشفيات ومستشفياتنا رديئة، ومستشفياتنا رديئة، تبليط وخدمات ما عندنا، مجاري ما عندنا، كهرباء ماكو. زين 22 سنة
من رئيس إلى رئيس، من رئيس إلى رئيس، من نائب إلى نائب، من مسؤول إلى مسؤول. شنو ايش تسوون انتو؟ ليش قاعد تقدمون للشعب؟ ايش قاعد تقدمون لهالبلد؟ ما قاعد تقدمون اي شيء. عم الناس ماتت من الجوع، الشعب العراقي مات من الجوع، شباب يتخرجون من كليات يتمنون يتعينون وما يلقون اي تعيين، ما يلقون اي فرص عمل، يضطرون يفتحون هالبسطيات او يشتغلون بعربانات موجوده حتى في سبيل يعيش نفسه ويعيش عائلته. بس احنا دائما نقول لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. هذه تشوفون انتم حال الناس، هاي هذا الرجال يدفع عربانه، هذاك الشاب يدفع عربانه، وكثير من الشباب هنا. ومثل ما قال قبل شويه شخص، قال اني واخوتي كنا خريجين كليات نشتغل حماميل، حماميل يتعب ويدرس ثالثه يشتغل حمال. هاي الحكومه مالتنا، همكم بكراسيكم وعوائلكم وسفركم والدعايات الإعلانية، راح نسوي ونقدم ومجرد كله كذب في كذب، كذب في كذب. منقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم انه أذى الشعب العراقي، حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص ما يقدم للشعب العراقي وما يطل الشعب العراقي وكلها متأذاية بموضوع رعاية وتقاعد وخدمات ومشاكل كثيرة. لكن نقدر نقول غير حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، غير هالكلمة نقولها. حجينا شونك؟ شو أخبارك؟ تعال حجي، تعال على كيفك أمك، شونك؟ مو زين. ليش مو زين؟ مو زينين. ليش؟ أنا خدمنا الدولة بس هيك على نسب. كيف خدمت الدولة؟ 31 سنة. شطاك الدولة؟ كل شيء شطونه. مرض شو شيء؟ تقاعد عنده؟ تقاعد، تقاعد 5 شهور ما يكفيني. 500؟ 500 وقاعد يجار له ملك؟ يجار والله. قد يجارك؟ 300. 35 سنة خدم الدولة العراقية وخدم الشعب وخدم العراق، قاعد إيجار ب 300 وراتبه 500. مو بس هذا، الشمال قضينا الشمال، كل حركات بالشمال ياخذونه، من سنجار إلى حلب، قاطعة بقاطعة. هسه اللي جو جاي بونيه فلوس متكفينه، المناطق اللي خدمنا بها كلها رباية وفوق، زين شنو اللي خدمنا؟ انكتل انكتل شهيد الله يرحمه وراح وبقينا احنا. لان الله العراقيين. لان الله الله كريم حجي. الله كريم، الله يرحم الراحمين. احنا دمعتنا باب عيننا سجل على الظيم اللي شفناه. احنا ما نستاهل العراقيين. احنا ما نستاهل. احنا لو نستاهل ما سهل سوا ان شاء الله بينا. زين شنو هسه؟ يعني قاعدين تفردون انتم لا قرايه لا كتابه لا عزل. او لو دا يدرس دا يتعب، يعني كل شيء ماكو، لا مدرس لا عزل لا مهندس لا كلها كلها سوي. زين شنو انتم؟ شنو هدفكم؟ هدفكم شنو؟ هذا العراق، هذا ياما قدموا ضحايا. انا الحرب العراقيه الايرانيه واخوتي اثنين ليس شنو؟ وانا مجاز الله وكيله محمد كفيل السجن. قلت له يلا، قال ولا اخوي شيء. اليوم جابوا واحد، يوم 1/5 ولا يوم 2/5 ما جابونا. شهداء. اي والله برضه الحرام. زين. النوم انا النوم انا سجنت. ليش سجنوك؟ سجنوك لان غايب 3 ايام. قال له مو اذا كتاب اللي غيب 3 ايام لازم اعدام. ودوني معسكر السلام، معسكر تعذيب. تعذيب معسكر. انا 700 واحد لي. جابوا لي ابو غريب، ثاني صدر عفو علينا. زين طلعنا، مشان اعدمنا وشان رحنا. الله كريم يا رب. الله كريم، الله كريم. مشاهدينا الكرام لا حياك الله، يا حياك الله. شو انت هالبرنامج؟ ما شاء الله. ساعه بيت ان شاء الله. بالعشرة ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم، برنامجنا برنامج اصداء الشارع، ونقلنا الواقع الموجود بالشارع العراقي ومعاناة الشعب العراقي. هاي مناشدة الى الحكومة العراقية، كل القنوات الفضائية تناشدكم وتوصل صوت الفقير. باعوا على حال الشعب، كافي، خافوا الله، وراكم عذاب وراكم تراب وراكم قبر، كافي. شكرا للمصور علي حسين، وانا كنت بتقديم خطاب القصاب، واقول لكم في امان الله.